دكتور، في هذه النقطة تحديدا بعض الناس يركز على مصطلح القلب، أن الإيمان في القلب، وهو هذا الشق الأول من تعريف الإيمان، ما وقر في القلب وأتبع وما صدقه العمل، بأن القلب يكفي وحده. فمثلا بعض الناس لا يصلي، يقول لك لكن أنا في قلبي مؤمن بالله. بعض الأخوات قد تبتعد عن فريضة الحجاب، لكن تقول لك أنه أنا أحمل في قلبي حبا وأخلاقا، فالمهم القلب، لدرجة قالوا الحجاب في القلب والصلاة في القلب. ما تعليق فضيلتك على هذا الشيء؟ ما في ضلالك هذه الضلالة. هي ألغت الإسلام كله سيدي. الإسلام التزام، الإسلام طاعة لله، الإسلام خضوع لمنهج الله. سأقول لك دكتور، فلان يصلي لكن قلبه سيء، هذا مو حجة. هي أنت صلي وقلبك جيد. هلأ إذا كان عفوا، إذا واحد داخل كلية الطب ومصيره طبيب لامع جدا، وفي طبيب كان سيء، لأنه في طبيب سيء بيلغي الكلية تبعه؟ يعني حالات خاصة. لو كانت الكلية سيئة نقبل إلغاء طبعا. فالإسلام يحكم ما فيه شيء كتشريع من الإسلام الله. دين إلهي، دين مسعد للناس. إذا واحد استغل الدين استغلال حقير تجاري، يعني تاجر بالدين. لأنه في واحد منافق، أنا بلغي الدين تبعي. إذا في طالب كسول، أنا بطلع من المدرسة، لا أنا بتابع دراستي. يعني عفوا، الإنسان لما بيرغب يعصي الله بده حجة. دائما الإنسان في عنده حالة اسمها توازن. لما بيعصي الله بيختل توازنه. شوف نقطة دقيقة جدا، هو لأنه المنهج الإلهي متطابق مع فطرة الإنسان، تطابق مذهل. فالإنسان بس يعصي الله عز وجل في عنده حالة اسمها بعلم النفس اختلال توازن. يعني هو عرفان العمل حرام بس بيحبه، عرفان هاللقاء ما بيجوز بيحبه، عرفان إطلاق البصر بهالموضوع ما بيجوز. فلما عصى الله بفطرته اختل توازنه، تأنيب الضمير. نعم. لما اختل توازنه شو بينشأ عنده؟ حالة دفاع عن النفس. هالحالة أساسها اعتماد على فتاوى باطلة وعلى تأويلات غير صحيحة، أو بيطعن بالدين من خلال أشخاصه عشان يتوازن. نعم. شوف إذا كل واحد غرقان بالمعاصي، ما في واحد منيح، كلهم كذابين. شلون كلهم عممت؟ والتعميم من العمى حتى يستعيد توازن النفسي. نعم. يبحث عن طريقة باسترداد هذا التوازن. إذا لم يرد أحد هذه الطرق، نعم، أن تسفه الصالحين. طيب في طريقة تانية دكتور لاسترداد هذا التوازن النفسي؟ لا أبل سيدي. أن تسفه الصالحين وحده، وأن تعتمد على فتاوى باطلة. نعم. وأن تعتمد على تأويلات باطلة. نعم. تأويل وفتاوى وأشخاص سيئين. أما يستعاد التوازن بالتوبة إلى الله، فيذهب تأنيب الضمير لأن المعصية ذهبت، مفتوح باب التوبة. لكن قد يكون الآخر أسهل. هذاك أسهل. نعم. هذاك بقي على معاصيه. نعم. وشهواته بس. نعم. بقى. طيب أعود للشق الأول من السؤال دكتور، هل يكفي الإيمان في القلب؟ هل يكفي الإسلام في القلب دون أن يترجمه عمل؟ الإيمان إقرار في القلب وتصديق باللسان وعمل بالأركان، هذا الإيمان تعريفه، هذا التعريف الجامع المانع. طيب أنا تصديق في القلب، القلب له عبادة، أنا صدقت أن هذا كلام الله والنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديق بالقلب وإقرار باللسان وأنا مسلم. نعم. عفوا، بيكون بجلسة فيها خمر، والله أنا معي قرحة بالمعدة، لا قول أنا مسلم ما بشرب خمر. نعم. صرح، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنا ما بشرب لأني مسلم. علم الناس. نعم. فرجيهم موقف أخلاقي، موقف مبدئي، ما تتستر أنه مع قرحة ما قرحة. هي أكثر الناس كان فيه كده مشان مكانته، ما تنهد ما تنهز، هو علماني أو لمصالح مثلا. نعم.